السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 5 أو الصف الخامس الابتدائي فيرست ترم أو الترم الأول، والنهاردة بنكمل مع بعض شرح يونت 2 في ثيم 1، وهناخد ليسون 2 وليسون 3 كمان، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمات الهامة بتاعت ليسون 2: تايكوندو، تايكوندو اللي هي رياضة التايكوندو، تيبل تنس، تنس الطاولة، دروينج الرسم، بويم، بويم القصيدة، قصيدة شعرية بويم، تيم فريق، تشيس شطرنج، فرنش اللغة الفرنسية، جيج جوس، جيج سوس، جيج سوس اللي هي لعبة الصور المتقطعة، جيج سوس، جيج سوس اللي هي ايه؟ لعبة الصور المقطعة. طبعا هنا بيوري لك الأفعال اللي بتيجي مع بعضها، زي لما يجي أقول لك مثلا جو، بقول لك جو سويمينج رايح بيلعب سباحة، جو سيلينج اللي هو يبحر، جو فيشنج او جو فينيشنج، جو فيشنج، جو فيشنج يعني ايه؟ يصطاد. بلاي، بلاي هنا لما اجي اقول لك مثلا على تشيس، بلاي تشيس، بلاي فوتبول، بلاي تنس، بلاي هاند فول، هاند بول، بلاي هاند بول، بلاي ذا بيانو. اما دو، دو بقى جيك سوس اللي هو اللي هو يلعب لعبه الصور المتقطعه، دو كاراتيه، دو كونغ فو، دو تايكوندو. دو بتيجي مع الالعاب اللي فيها عنف والالعاب الفرديه، بلاي بتيجي مع الالعاب اللي ممكن يكون فيها لعب جماعي او العاب ممكن تكون فيها موسيقى، اما جو فهي بتيجي مع رياضات السويمنج، السيلينج، الفيشنج وهكذا. تمام. هنا عندنا تصريفات الافعال، وطبعا دي هام جدا: climb climbed، tidy tidied، practice practiced، speak spoke، write wrote، draw drew، sing sang. اما في listening and reading: hi I am Lalia، I'm good at playing football and making cakes، I am bad at playing handball. احنا عرفنا المرة اللي فاتت ان good at و bad at بيجي بعد منهم الفعل بال ing. او آسر is my brother، he is good at playing tennis but he is bad at helping me in the kitchen. My sister's name is Salma، she is good at doing math، she's bad at tidying her room. مهم جدا هنا بيوريك good at و bad at، وهنا بيقول لك doing math، good at جاء بعد منها doing. هنا طبعا بيورينا talking about things we do or do not do well، الحاجات اللي بنعملها كويس او ما بنعرفش نعملها كويس. السبجكت ضمير، بعد كده am او is او are اللي هو verb to be يعني، بعد كده great at رائع فيه، good at جيد فيه، bad at سيء فيه، وبعد كده الفعل بيجي بعد منه ال ing، الفعل بال ing او النون. تمام. يبقى good at، great at، bad at بيجي بعد منهم الفعل بال ing او بيجي بعد منهم الايه؟ النون. هدى is good at playing tennis، I am good at tennis. التنس هنا noun، playing هنا الفعل بال ing. But I am bad at doing jigsaws. Jigsaws اللي هي ايه؟ لعبة الصور المتقطعة، الصور اللي هي بتبقى زي البازل كده. My brother is great at swimming but he's bad at basketball. Notice، لاحظ أن عندما ينتهي الفعل بحرف الإي قبله حرف ساكن اللي هو حرف consonant،
بنحذف ال E ونحط ING. أما إذا كان حرف E مطبوعا مسبوقا حرف ال E منطوق، يعني حرف ال E ده بيتنطق، ما بنحذفوش وبنحط ING. زي مثلا كلمة right. right هنا ال E silent مش باينة، وقبل منها حرف consonant أو ساكن ال T، مش حرف من حروف ال vowels اللي هي الحروف المتحركة، فالتي حرف ساكن، فبنيجي نحطها بالاي ان جي، بنشيل الاي ونحط رايتنج، نحط الاي ان جي. اما براكتس زي مثلا اللي هي تدرب، قبل منها الاي حرف ساكن اللي هو السي، السي مش حرف من حروف الفاولز، تمامي، والاي هنا سايلنت برضو، سي براكتس، ما فيش حاجه اسمها براكتسي، فبنشيل الاي برضو ونحط ايه اي ان جي. لكن كلمة سي هنا الاي واضحة جدا، اس اي اي، فهنا مش ما ينفعش ان احنا نشيل الاي، فبنخليها ايه زي ما هي ونحط ايه اي ان جي، تبقى سيينج. تمام. اذا انتهى الفعل بحرف ساكن مسبوقا بحرف متحرك نضاعف الحرف الساكن. الكلام ده مهم جدا جدا جدا، نضاعف الحرف الساكن الاخير قبل اضافة الاي ان جي. يشترط ان يكون الفعل مكون من نقطة واحد، زي مثلا swim هنا اخر حرف قبل منها اي، والاي دي حرف ايه من الحروف الفاولز المتحركه، فلما نيجي نحط لها اي ان جي بنضاعف اخر حرف اللي هو الام اللي هو الحرف الساكن، وتبقى swimming. خدنا بالنا. زي sit هنا يجلس، هنا الاي حرف فاول واخر حرف في الفعل هو حرف consonant او ساكن، فبنروح مضاعفين التي تبقى تي تي قبل ما نحط ايه ING. تمام. الكلام ده مهم جدا. عندنا كمان to talk about favorite sports أو الرياضات المفضلة. نقول مثلا which are your favorite sports to do on your own. ايه اللعبة المفضلة اللي انت بتحب تقضيها بنفسك؟ فواحد بيقولك مثلا، ممكن حد يقولك I like playing squash on my own، ألعبه إيه بمفردي، on my any my own يعني ألعبه بمفردي لوحدي معتمد فيه على نفسي. which are your favorite sport to do with others، تمام، or in a team، إيه الرياضة بقى اللي أنت تحب تلعبها مع الآخرين أو في فريق يعني. فهنا ممكن يقول لك إيه I like playing football in a team، حب ألعب إيه كورة مع فريق كورة. which are your favorite sport to watch on TV، ايه الرياضة اللي انت تحب تتفرج عليها في التلفزيون؟ فيقول لك مثلا swimming is my favorite sport to watch on TV. تمام. هنا لما بنيجي نتكلم على favorite sports، هنا الجزء بتاع الماث الخاص بـ connect adding and subtracting decimals، ان احنا نجمع ونطرح الارقام العشرية. طبعا احنا عارفين الديسيمالز والديسيمال بوينت، خدناها في الماث وخدنا كمان عنها فكرة هنا في الكونكت. فهنا الموضوع سهل جدا، بيقول لك when you add or subtract decimal treat them like whole numbers but، تعامل معاهم لأنهم أرقام صحيحة، but move the decimal point at the end so the position matches the numbers. تمام. يعني ايه؟ يعني مثلا لما نيجي نطرح مثلا الرقمين دول من بعض، 2.367 minus plus هنا هنجمع plus 28 minus 8.145. بنجمع الأرقام الكبيرة الأول اللي هي الهول نمبرز الأول، بعدين نحط الديسيمال بوينت زي ما هي، بعدين نجمع الأرقام الإيه. بيقول لك هنا كمان the position of the decimal point has to match the position in the original، لازم طبعا يبقى مكانها إيه في نفس الرقم الأصلي. زي هنا الديسيمال لما نجمع، لما نطرح ال 10 ماينس ال 8 هنحط ال 2، ده الهول، بدأنا بالهول، بنحدد نحط الديسيمال بوينت لنفس المكان، بعدين نبتدي نطرح الايه؟ الديسيمال نمبرز. solving problems هنا طبعا حل المسائل دي. if 3.459 meters tall and another tree is 2.753 meters tall، what is the difference in height between both trees؟ الديفرنس يعني ايه؟ يعني هنا الفرق، يعني subtract.
هنطرح طبعا الرقم ده من الرقم ده زي ما احنا شايفين قدامنا. هنا ليه قلنا زيرو؟ اول حاجة طرحنا التري من التري من الناين بقت سكس، بعدين طرحنا الفايف من الفايف بقت زيرو، بعدين جينا نطرح السيفن. احنا بنبدأ في الطرح من الرقم الصغير اخر رقم لحد ما نوصل للهول نمبر. فهيجي نطرح السيفن دي من الفور مش هينفع، فالسيفن دي عشان نطرحها من الفور لازم الفور دي تبقى اكبر، فرحنا مستلفين هنا من الهول نمبر 1 فبقت 7 ماينس ايه؟ -14 فبقت 7 و 3 دي بقت ايه؟ بقت 2 و 2 من 2 بقت ايه؟ بقت 0. تمام؟ في السبتراكت بايه؟ بنبدا من الرقم الصغير من رقم اخر رقم، وفي الديسيمال برضو المفروض ان احنا ايه ان احنا بن 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 بنبدا في ال او في الاديشن برضو المفروض ان احنا بنبدا بالايه؟ صغير. بالصغير برضو. يعني ال 7 بلس ال 5 بتبقى كام؟ بتبقى 12. 15. 7 بلس ال 8 ولا ايه تبقى 15. هنكتب 5 ونحط 1 هنا فوق هتبقى 6 دي 7. 7 بلس 5 هتبقى 12. هنحط 2 هنا وفي 1 تاني هنحطه هنا. 5 يبقى دي 6. 6 بلس 2 بقت 8. تمام؟ فاحنا في الجمع والطرح بنبدا من رقم الايه؟ الصغير خالص اللي على ايدنا اليمين. اما ليسون 3 مع بعض كده عندنا هنا الكلمات الهامه كاراتيه سوت بدله كاراتيه، فوتبول بوت حذاء كره القدم، تنس بول كره التنس، سويمنج جاجلس نظاره ايه؟ سويمك جاجلس نظارة ايه؟ سويمين جوجلز سويمين جوجلس سويمين جوجلس ام سوري سويمين جوجلس يعني نظارة سباحة، سكواش روكت يعني مضارب الاسكواش، تنس كورت يعني ملعب تنس، فوتبول بيتش فوتبول بيتش يعني ملعب كرة قدم، swimming pool يعني حمام سباحة. extra vocabulary أو كلمات إضافية high kicks high kicks يعني إيه؟ ركلات عالية، kicking a ball ركلات ركل الكرة، rhyme rhyme يعني ينظم أو يتناغم rhyme يعني يتناغم، awesome awesome يعني رائع، best best أفضل، move move حركات moves حركات، walls walls حوائط، equipment equipment يعني معدات. listening طبعا والreading تعال نقرأ مع بعض كده. I love my sport. kicking a ball on a pitch is my favorite thing. Being in a swimming pool and doing the sport is the best thing for me. I like the way I can do lots of different moves. I like high kick best. You have to play on a small court with a walls all around you. You have a small rocket and you move very fast. I think it is an awesome sport and I practice a lot in the summer. They have tennis courts in the park and I go there with my friends. Park يعني متنزه. Read and learn اقرا وتعلم. This is what I wear to play football. تمام. This is where I play football. ده طبعا الملعب البيتش. This is where I go swimming. Swimming pool. This is what I wear to go swimming.
الجوجلس اهي. This is what I use to play squash. طبعا الروكتس. This is where I play squash. طبعا السمول كورت. This is what I wear to do karate. يعني الكاراتيه سوت. This is what I do when I do karate. تمام. وادي الهاي كيك. البرونانسيشن او النوت والفونكس. listen and repeat. هتستمع اللي احنا هنقوله هتريبيت او هتكرر ورايا. How to count sound in a word. Sounds in a word يعني ازاي تنطق الحروف والاصوات في كلمات. بيقول لك ايه we count the sounds we pronounce in the word, not the written letters in the word. When two letters sound are put together, they can make new sound. تمام. لما يبقى في حرفين ليهم نطق في كلمة ممكن يكونوا صوت جديد, نطق جديد للحرفين مع بعض. زي مثلا السي اتش, السي لوحدها اس والاتش ح, لما بتقروا مع بعض بتقروا تش تش زي تشيبس تشيبس. هنا الاس اتش فش, مفيش تش, لا هي فش ش. زي هنا داك جك, السي مع الكي بيتنط اوكي. وزي بول ال ال دبل ال هنا لازم يبقى ايه واضح جدا النطق بتاعها. Divide the word into individual sounds so you can count them. قسم الكلمة لأصوات مختلفة وانت ايه تقدر تنطقهم مع بعض. زي السوك S O C K سوك سوك. تمام. How many sounds are there in? كم صوت موجود هنا؟ neck. طبعا هنا هتلاقي فيه ايه؟ it has three sounds, ال N وال E وال CK. doll D وال O وال LL three برضو. fish ال F وال I وال SH كل دول واحد, كل دول sound. full full يعني ممتلئ, ال F وال U وال LL. short and long vowels الحروف المتحركة القصيرة والممدودة. there are five vowels in English, ال A وال E وال I وال O وال U. طبعا short vowels زي ال A وال A E. زي hat cat, ال A هنا بتتنطق بسرعة قوي. أما ال long vowels فمثلا زي لما بيجي في آخر الكلمة E أو بيجي بعد الـ A مثلا I زي make زي pain. الشورت E زي pen egg بتنطق بسرعة. أما اللونج بتبقى مثلا الـ E وراها حرف متحرك تاني زي T وزي feet. أما شورت U وال A زي مثلا not cup. long U زي A لما بيجي في آخر الكلمة E زي cube وزي fuel. fuel يعني وقود. short I زي set زي fish. long I زي cry light. تمام. short O زي dog pot. أما long O زي مثلا rose cone. syllables أو المقاطع الصوتية, المقاطع بتاعت كل كلمة. syllable is a part of a word that contain a single vowel sound. one syllable word
single syllable word، الكلمة اللي ليها مقطع صوتي واحد زي man، cat، red، sun، pen، sock. ال two syllable sound أو ال two syllable word زي spider، 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 وزي teacher، 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 وزي paper، 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 وزي window، 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 وزي robot، 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 وزي tiger، tiger، tiger. دي كلها كلمات ليها مقطعين نقدر نوضحهم ونحددهم واحنا بننطق الكلمة. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، انا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.